بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أيامنا الحلوة دايماً بتحلو بالناس اللي فيها والناس اللي معانا، الناس اللي بيشاركونا حياتنا، الناس اللي دايماً لما بنحتاجهم بنلاقيهم، الناس اللي لما بنعتمد عليهم بنبقى عارفين إن إحنا واقفين على أرض صلبة. ومن ضمن الناس اللي بتشاركونا حياتنا أهلينا طبعاً أول حد، وتاني حاجة طرفي العلاقة الأبدية الزوج والزوجة. في البداية ندي مقدمة بسيطة بس عن موضوع جواز، وان احنا الثقافات الموروثة عندنا هي ان بيحطوا افكار جوه دماغ البنت وافكار جوه دماغ الشاب، وللأسف الافكار دي لما بيصطدموا بأرض الواقع بيلاقوها متغيرة خالص. زي البنت اللي عايزة تتجوز عشان تقدر تخرج براحتها وتقدر تسافر براحتها وتقدر تعمل اللي هي عايزاه اللي ما كانتش قادرة تعمله في بيت اهلها، وطبعا لما بتيجي تصطدم بالامكانيات الماديه اللي هي متجوزه فيها والوضع الاجتماعي وظروف الشغل والبيت والاولاد بيحصل عندها نوع من انواع الاحباط. وكذلك الشاب اللي لما بيتجوز بيتخيل ان هو اتنقل من بيت اهله لبيت الزوجيه بتاعه، وان هو هيلاقي نسخه مصغره من والدته في البيت. فلما بيجي بيصطدم بحاجه تانيه وطباع تانيه وظروف تانيه وطريقه تفكير مختلفه، من هنا بتبدأ تحصل مشاكل. استضفنا قبل كده ضيوف عندنا في البرنامج، ومنهم الأستاذة مريم اللي كنت سألتها، قلت لها يا مريم هل التوقعات لما تبقى عالية قوي ممكن تكون سبب في المشاكل؟ ردت عليا مريم وهي بتمثل الجيل الحديث، قالت لي التوقعات دلوقتي اختلفت عن توقعات زمان. توقعاتنا زمان اللي احنا كنا متربيين عليها وعرفناها، وتوقعات دلوقتي اختلفت لان انا متجوزه واحد زيه زي تقريبا من سني، بنواجه مع بعض احنا الاثنين نفس المشاكل. عدت الايام وقلعنا الفستان الابيض وبدات تظهر المشاكل في حياتنا، منها اللي بيعدي بسلام وبيعرف يتجاوزها، ومنها اللي الدنيا بتتكعبل معاه. لما جيت قريت على اسباب الطلاق العالميه اللي أجمع عليها الجميع، لقيت إن من ضمن أسباب الطلاق الرئيسية الخيانة، الإهانة، طبعا لا قدر الله الإدمان، وسبب مهم جدا هو إدمان العمل. عالميا الوضع بيختلف عن مجتمعنا العربي. عالميا بيعتبروا إن الالتزام ده شيء رئيسي جدا وأساسي جدا في العلاقة ما بين الطرفين، ومعنى إن أي حد يخل بالالتزام ده يبقى معنى كده ان هيحصل خلل في العلاقه. وعربيا للاسف للاسف اكتشفنا ان في دور مهم جدا جدا بيلعبه الاهل في نجاح العلاقه الزوجيه. تدخل الاهل سواء بقى بالسلب او بالنصح الغير حكيم بيكون سبب مشاكل كتيره جدا. ليه؟ لان كل واحد من الطرفين بيتخيل ان هو ادى للطرف الثاني الدره بتاعته، الجوهره بتاعته. انا ما عنديش مشكله طبعا، بس زي ما احنا اتفقنا ان اختلاف الطباع واختلاف التوقعات هو اللي ده بيعمل مشكله رئيسيه جدا عندنا. طيب تربيتنا احنا فيها برضو نوع من انواع الخطا اللي احنا بنورثه لاولادنا، بناتنا وولادنا، وان كانت الامهات دلوقتي بيحاولوا يتداركوا الموضوع ده. احنا بنربي البنت ان هي تتحمل مسؤوليه، تشيل الدنيا، تساعد، تكون الزوجة وتكون الأم وتكون الدكتورة وتكون المعلمة وتكون اللي بتعمل مشاوير السوبر ماركت وتعمل كل حاجة كل حاجة. فبتيجي ندور عليها هي كزوجة، دورها الأساسي كزوجة بنلاقيه ضايع وسط الحاجات دي كلها، مع العلم ان هي بتتهم الطرف التاني ان هو مش مقدر وان هو مش شايل وان هو مش مستحمل. بنيجي للزوج بنلاقيه فجأة بعد ما كان بيخرج ويسهر مع أصحابه ويتفسح ويعمل اللي هو عايزه، فجأة حمل بأعباء مادية كبيرة وأحيانا بتبقى فوق طاقته، خصوصا برضو في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي اجتماعيا وظروف البلد اللي بتمر بيها. أنا بتكلم في المجمل للعامة من الشعب، مش بتكلم على طبقة معينة، أنا بتكلم على الطبقة المتوسطة اللي هي بتمثل أكتر من 85% يمكن من الشعب المصري. فجأة الزوج بيكتشف ان هو محمل بالاعباء الماديه دي كلها، طب اعمل ايه؟ طب اجيب منين؟ ومن هنا برضو بيتهم الزوجه نفس الاتهام، انت مش مقدره المسؤوليه اللي انا فيها. حصلت مشكله، بيحصل الخلاف، بيتصاعد
كل طرف بيوجه الاتهامات للطرف التاني، ما عندناش صبر، ما عندناش حتة من الاستيعاب. القيامة بتقوم وبيبدأ يتوتر الجو، يمكن يوصل لحد الطلاق. الطلاق في أول سنين الجواز بيبقى نسبته عالية جدا جدا، ويمكن قلنا عشان السبب الرئيسي هو التوقعات الزيادة قوي واختلاف طباع الناس عن بعض، اختلاف طباع الزوجة والبيئة اللي هي جاية منها، واختلاف طباع الزوج والبيئة اللي جاية منه. يمكن لما بنكبر شوية نظرتنا للحياة بتختلف، بس بيظهر نوع من أنواع المشاكل تاني، بيظهر نوع من أنواع الصمت الزوجي، اللي هو احنا قاعدين مع بعض وكل واحد فينا في وادي، كل واحد فينا بيفكر في حاجة تخص هو، كل واحد عنده العالم بتاعه، مفيش حد بيتكلم مع حد، مفيش حد بيسمع حد. طبعا مع انتشار الموبايلات والنت والكلام ده كله مخلي العالم اللي الطرفين انفصلوا عن بعض. يمكن شوية كمان لما بنكبر الزوجة المصرية بتتحمل جزء من المسؤولية أكبر، زي ما احنا قلنا في موضوع الأولاد وموضوع المسؤولية بتاعتهم، وكل ما بيكبروا كل ما مسؤوليتهم بتزيد. احنا بنتوقع ان ولادنا لما هيكبروا الوضع بيخف شوية، بالعكس الوضع بيزيد أكتر. أوكي؟ وصلنا لمرحلة الخرس الزوجي، وصلنا لمرحلة ان احنا مش لاقيين حاجة نتكلم فيها مع بعض، وصلنا لمرحلة ان احنا مش عارفين نتفاهم مع بعض. طبعا في بداية الحلقة نسيت اقول لكم ان الحلقة دي بتاعتكم انتوا، وهتكون معانا الاستاذة سارة محمود سليمان مدربة العلاقات الاسرية، وان شاء الله باذن الله تقدر تساعد او تقول كلمه يمكن تفيد حد. معانا استاذ محمد اتصال. اهلا وسهلا استاذ محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازي أميمة؟ الله يخليك، تمام الحمد لله. حضرتك اتكلمت في حلقه كبيره جدا، ومش عايزه حلقه، دي عايزه حلقات. والله بص، على قد ما هنقدر بنقول كلمه لعلها تسيب اثر مع حد. الاثار بقى اللي بتوصل للزوج والزوجه بعد الانفصال بتبقى هو الاولاد هي اللي بتشيل الموضوع كله دايما. دي حقيقه للاسف. وكمان بيسمى للسيده بعد الطلاق اهي مطلقه، يعني بتخش في دايره اللي هي ما تنزلش ما تطلعش ما تعملش، انت مطلقه. استاذ محمد انت الاول متجوز ولا لسه؟ لا انا متجوز ومنفصل. اوكي، اهلا وسهلا، اتفضل. فالموضوع كله راجع على الاولاد. الاولاد لما بتيجي تكبر بيبقوا مش عارفين الدنيا، احنا يعني عايز اشوف اولادي مش عارف اشوفهم، بقى بينا محكمه بقينا نشوف الاولاد في النص. هو يعني ولا اشوف الاولاد. للاسف للاسف زي ما حضرتك قلت برضو الاولاد هو اللي بيدفعوا الثمن. طيب من غير ما ادخل في اسباب خاصه، يعني ايه اللي خلى حضرتك تقدر توصل لمرحله انك تاخد القرار ده؟ عدم التفاهم. ممكن تبقى في تفاهم في الاول وبعد الجواز ما بيحصلش ده، يعني الاتفاق اللي بيتم قبل الجواز وخلاص فترة الخطوبة والدنيا بتبقى كويسة، بعد الجواز الموضوع بينفصل بقى تماما. هل عملتوا أي حاجة؟ يعني هل سعيتوا إن أنتوا توصلوا لنقطة أنتوا الاتنين متفاهمين فيها مع بعض أو تتفاهموا فيها مع بعض؟ ما دام وصلنا لمرحلة الفاينل اللي إحنا مش قادرين نطيق بعض أو نشوف بعض في مكان واحد، خلاص هو ده مرحلة الطلاق. دي حقيقة. عمر الجواز بتاعك كان قد إيه؟ ست سنين. ست سنين. فخلاص وصلنا مرحلة خلاص بقى اللي إحنا مش قادرين نشوف بعض، بقى المشاكل بقت تزيد. حاولتوا ان انتوا تلجأوا لمتخصص مثلا يقرب وجهات النظر ما بينكم؟ ما خلاص بقى ما دام اي حد طرف ثالث بيخش في الموضوع هو الموضوع كبر، فخلاص بقى ما دام دخلت حد. بصي يا استاذ محمد، انا يعني موضوع الطرف الثالث ده وموضوع حكما من اهلها وحكما من اهلي، هي فيها مشكله بس بسيطه قوي، ان الطرفين يعني الزوج والزوجه لما بيتدخلوا اهلهم فبيبقى كل واحد فيهم شايف ان الطرف اللي يخصه هو اللي عنده الحق. لا انا بسال سؤال، هل حضرتك مثلا لجأت لمتخصص مثلا استشاري علاقات اسريه مثلا، حد طرف يكون بره الموضوع، يعني حد طرف يبص للموضوع من وجهه حياديه يعني؟ لا ما حصلش بصراحه، هو الموضوع ما دام دخل في الاهالي فخلاص قررنا ان احنا الانفصال. الانفصال بيتم علشان التفاهم اللي بيتم في الاول ده ما بنستمرش عليه. وكمان وموضوع بقى النت والفيسبوك، ويعني احنا عايزين ندي تنبيه علشان ده ما يتكررش بالنسبه يعني للزوج والزوجه. طبعا للزوج والزوجه ده للاثنين. لازم يبقى في ثقه وفي تفاهم من الاول، فتره الخطوبه في مصداقيه بالظبط.
يبقى كله على قرار واحد، ما نجيش بعد كده الاقيها اراجوز بعد كده طب تحط توقعاتك، في الوش وتلاقي في الوش التاني. توقعاتك يعني اللي ادت لوجود الاختلاف كانت زي ايه؟ ايه النقط الرئيسيه اللي انت كنت متخيل ان الحياه الزوجيه هتمشي كذا وفجاه لقيتها مشيت في مسار تاني؟ التوقعات اللي انا كنت متوقعها، اللي انت عارف اللي هو بيقول لك انت بتكمل نصك التاني، بيضيف لك مش بالظبط بي مش بي يعني بيضيف لك مش بيقلل منك. دي حقيقه. لا ده خالص، ده بيقلل منك وبيجهدك اكتر. يعني انت المفروض تروح بيتك تبقى مرتاح، محتاج لقمه، محتاج تفضفض في الكلام، محتاج تعرف ايه مشاكلك الاسريه، تعرف تقعد مع اولادك، ما تروحش تلاقي مشاكل كمان في البيت، هو ما انت ده مضغوط طول ناتج، الوقت. هو ده ناتج يعني برضو كنا اتكلمنا في النقطة دي في حلقة بخصوص ان الذكاء، ذكاء الزوجة ان هي تعرف تختار الوقت الصح للكلام مع زوجها يعني. وطول الوقت بقى مصاريف مصاريف، ماشي تمام في مصاريف، بس انت ممكن تختاري الوقت المناسب اللي انت تطلبي فيه ده. مظبوط مظبوط. طب انت ما يعني ما سألتش نفسك مثلا طيب انا ليه وصلت للمرحلة دي؟ ليه يعني ايه الحلول اللي انت نفسك سعيت ليها او المحاولات اللي انت عملتها عشان ما توصلش للنقطة دي؟ الحلول دي علشان المفروض ان احنا متفاهمين من الاول، احنا هنعمل واحد اتنين تلاته، عاملين بلان لنفسنا، هنبدا كده كده كده. بس مجرد ما جه طفل هي بدات المشاكل، دي حقيقة. بس هي بدات هو الطفل المفروض بيضيف نوع من انواع بيضيف. السعادة للأسرة، بس هي ده الزوجة يا المفروض. أستاذ محمد في وجود الأطفال وخصوصا في المرحلة الأولى بتبقى حياتها صعبة، بيبقى الموضوع معاها مش متظبط عشان المسؤولية، وفجأة لقت نفسها أم، وخصوصا مثلا لو كانت بتشتغل إن هي تعرف تواقم ما بين الطرفين، وخصوصا إن الزوج في المرحلة دي في مرحلة الطفل الأول بالذات دايما بيحس إن هي اتاخدت منه، يعني بعد ما كان ممكن يقدروا يخرجوا في أي وقت يروحوا ييجوا فجأة بقى في بيبي وليه متطلبات وليه رعاية خاصة، فمتهيألي الزوج في المرحلة دي المفروض يكون مراعي شوية يعني حالة الزوجة. شكرا أستاذ محمد، شكرا أستاذ محمد لاتصالك. أنا طبعا منتظرة اتصالاتكم تاني إن شاء الله، وزي ما بقول لكم هتكون معانا الأستاذة سارة محمود سليمان بإذن الله استشارية العلاقات الأسرية ومدربة زواج. طيب نرجع للنقطة اللي قالها أستاذ محمد، موضوع ذكاء الزوجة. اتكلمنا على النقطة دي قبل كده وهي حتة إن الزوجة، ما هو بصوا هي المشكلة ما بين الطرفين، لا ده بيقدر ولا ده بيقدر، لا ده بيقدر ان هي مثلا اول بيبي والمشاكل والمسؤولية، وخصوصا لو زوجة سنها صغير فبتبقى مخضوضة، يعني هو ايه اللي حصل ده؟ انا فجأة بقيت ام، مطلوب مني رعاية، مطلوب مني اهتمام، ومطلوب مني برضو عدم تقصير مع الزوج، وهي الزوجة برضو بتبقى انساقت قوي قوي في وجود طفل ان هي لدورها كأم، وبتنسى دورها كزوجة. ومش عايزة اقول ان ده الغالبية من الزوجات في السن الصغير بيعملوا كده، او في بداية الجواز، في بداية مع وجود اول طفل دايما يعملوا كده. طيب هنيجي عند نقطة مهمة جدا برضو ذكرها استاذ محمد، هو عدم لجوءه لطرف ثالث. انا مش بتكلم عن مثلا اخصائي علاقات اسريه او دكتور او اي حاجه، انا بتكلم على طرف ثالث يكون محايد لا في صف ده ولا في صف ده، واذا ربنا سبحانه وتعالى اداله القدره على النصيحه بالعقل يقدر يديها. طبعا انا النهارده شرفتني بالدخول معايا في الحلقه الاستاذه ساره محمود سليمان، مدربه زواج وعلاقات اسريه واخصائيه علاقات اسريه. اهلا وسهلا استاذه ساره. الو الو. طيب هنتصل بيها تاني ان شاء الله، التليفون فصل. فزي ما بقول هو الصح ان احنا نحاول ندور على طرف ثالث حكيم. عايزه اقول لكم بس يحضرني في الموضوع ده ان مشيخة الازهر عملت خدمه، يعني تقدروا تدوروا عليها على النت تعرفوا فيها اكتر. مشيخة الازهر الخدمه اللي عملتها دي ان هي الزوج والزوجه بيحجزوا ميعاد معاهم، والزوجه بتقعد مع متخصصين لوحدها والزوج بيقعد مع متخصصين لوحده، وهما الاثنين بيسمعوهم ويسمعوا مشاكلهم وبيحاولوا يقربوا من وجهات النظر بطريقه ظريفه جدا وطريقه نقدر نقول ان هي حديثه. طيب معانا تليفون تاني استاذ محمد، اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذ اميمه. صباح النور، ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. عايز احييكي بجد على البرنامج بتاعك، ومش مجامله بس بصراحه انت في وقت قصير جدا قدرت ان انت تحققي نجاح ومستوى. طب الحمد لله، ده الواحد ان بجد استنى من الاسبوع لاسبوع الحلقه الجديده هتكون تتكلم على ايه بجد ان شاء الله. بص يا محمد، هو ده يسعدني ويسعدني اكتر ان انا بجتذب، يعني ان انا جذبت الطرف الاخر في من المجتمع، يعني البرنامج يكاد يكون مثلا انثوي شويه، فكون ان حد يشاركني من الطرف الاخر من الجنس الاخر يعني فده شيء
يساعدني. اهلا وسهلا بمكالمتك، اتفضل. اهلا وسهلا. انا كنت حابب بس اتكلم في حاجه، ان هي النقطه بتاعت الموف اون اللي هي بتكون بعد اي علاقه. بالظبط، اتفضل. كنت عايز اقول لحضرتك ان الموضوع بيكون تاثيره مش على حسب العلاقه القديمه، هو الموضوع بيكون يعني او الطرفين، الموضوع بيكون تاثيره اللي هو على حسب اللي بيحصل ما بعد العلاقه. بمعنى ان بعد فتره انتهاء العلاقه لو الطرف من الطرفين قدر ان هو يخش في علاقه ناجحه يكون مبسوط فيها او سعيد، والعلاقه دي ساعدته ان هو يكون احسن عمليا واجتماعيا وكل حاجه، هو مش بيفكر في العلاقه القديمه خالص. انت قصدك ان بس ده كده بيموف اون سريع جدا يا محمد، يعني ده كده بيعجل بسرعه قوي. وان كنت سمعت تعليق من حد قبل كده ان الراجل بيتعافى قبل ما بيخرج من العلاقه اصلا، فهل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ والله بصي، هو مش بيتعافى قبل ما بيخرج من العلاقه، هو بيكون يعني هو الراجل يعني بصي، الست ممكن تقعد ان هي فتره كبيره ان هي تقعد في احزان او ان هي تقعد ما تتكلمش او ان هي تقعد زعلانه، لكن بالزبط. الراجل ظروفه وحياته ما يقدرش ان هو يقعد فتره كبيره، لان هو بيكون وراه شغل وراه مسؤوليات، فمش هيقدر ان هو يقعد الفتره دي. بس ما ننكرش برضه يا محمد، عشان بس ما نظلمش الراجل، ما ننكرش ان هو بيصيبه جزء من التاثر، حتى وان كان بطبيعه الراجل ان هو دايما بيحب يبين نفسه قوي ومتماسك نفسيا، لكن برضه ده متهيألي بيضربه في من جوه. ليه؟ لان يعني انت كده موضوع الطلاق ده بيضرب الراجل في مقتل. ليه؟ لان الراجل يعني واخد القوامه ان هو ينشئ بيت وان هو ينجح في العلاقه دي، فمعنى فشل العلاقه دي بالنسبه له متهيألي بيأثر عليه يا محمد. طيب انا بشكر محمد، وان شاء الله نتواصل معاك تاني يا محمد. معانا دلوقتي استاذه ساره، اهلا وسهلا يا ساره. اهلا وسهلا يا اميه، ازيك؟ الله يخليك، انا سعيده جدا ان انت بتشاركيني الحلقه دي، كنت اتمنى طبعا تكوني موجوده، بس ان شاء الله باذن الله يعني هناخد منك وعد ان انت تكوني موجوده ان شاء الله. اتكلمنا يا ساره على موضوع العلاقات الاسريه، ووصلنا لمرحله ان الاثنين وصلوا ان خلاص المشاكل تفاقمت ما بينهم، وان احنا عايزين ندور على حل قبل ما نلجا للطلاق. بصفتك متخصصه في الموضوع دون، ممكن نقول ايه اكتر المشاكل اللي وردت عليكي بخصوص يعني بخصوص موضوع الطلاق؟ يعني ايه اكتر الحاجه المتداوله اللي هي السبب الرئيسي في حدوث اي طلاق او في حدوث اي مشاكل ما بين الزوجين؟ طبعا هو ده سؤال عام جدا، يعني هي يعني تعددت المشاكل والنهايه واحده، لكن نقدر نقول ان باختلاف مراحل العمر بين الازواج يعني ممكن نحدد ان في الاول بالذات في اول علاقه يعني بيكونوا لسه صغيرين، مش فاهمين بعض، محتاجين يتطبعوا، محتاجين يصبروا شوية، محتاجين يتعرفوا على بعض أكتر، يتغافلوا عن بعض التفاصيل يعني. فدي بتبقى أمور لو هم ما حطوهاش في الاعتبار ممكن فعلا يحصل لهم مشاكل، دروب كبير في العلاقة ويخليهم يحاولوا ينفصلوا. بعد كده في مرحلة تانية ممكن المشاكل تكون ان يعني انخراط كل واحد فيهم في المسؤوليات، بشكل يبعدهم عن بعض. لو هم ما كانوش عملوا في المرحلة الأولى التوافق والتعاون والشراكة اللازمة علشان تخلي كل واحد في مجاله قادر يدي من غير ما يغفل عن الآخر، يعني دي طبعا اهم احتياج عند الاثنين، ان هم يكونوا مرتاحين سوا، مكملين بعض، شايفين بعض، الحاجات دي كلها. انا باكد على النقطه دي بعد اذنك يا ساره، انا باكد على النقطه دي ان الجواز ان العلاقه ما بين طرفين بيكملوا بعض وليس تكوين اسره وبيت واولاد. يعني انا النقطه دي بس معلش وضحيها اكتر للشباب، ان هو احنا طرفين. لو هنتكلم عن هرم الاحتياجات في العلاقه دي هيبقى اللي انت قلتيه، بالاضافه الى ان هم يكونوا بيكونوا الاسره. يعني في حد يقول لك لا انا نفسي في اطفال، هي عايز تتجوز عشان كده، فهي بالزبط. ممكن تكون قلبها هرم الاحتياجات بتاع العلاقه، فهي فاهم العلاقه غلط. هي العلاقه في المقام الاول زوج وزوجه يسكنوا لبعض علشان يكملوا بعض ويكملوا الاحتياجات. بالبلدي كده اهل واحد بيقولها ايه، بكمل نص دين، بكمل نص دين. وبعد كده بينتج عن ده بقى اتباعا يعني تكمله الاحتياجات، انه في اسره بتتكون، واه في استقرار بيحصل. فده يعني لو مشينا بالترتيب مظبوط هنسدد في كل مكان بشكل سليم. فانا كنت بقول ان في المرحله الثانيه من الزواج اللي هي انا بعتبرها بقى مرحله
17 15 سنه دي اللي هي خلاص الاولاد جم حصل استقرار المفروض يعني بيبدا كل واحد فيهم يحس انه يبص لورا كده ويحس هو انا رحت فين؟ انا بقى انا كانسان انا رحت كإنسان فين؟ انا خلاص انا كبرت ولادي، انا نجحت في شغلي، انا عملت لنفسي مستقبل وامنت ولادي، طب انا فين؟ هي دي بقى اللي بنسميها ازمه منتصف العمر اللي هي بتبقى ما بين ال 35 وال 45، بيبدا الانسان يبص وراه يلاقي نفسه غالبا مهمل، مش متكفي، مش لاقي نفسه، مش لاقي احتياجاته، مش حاسس ان مشاعره ملباه، مش حاسس ان هو متشاف يا أمي، عارفه المعنى اللي هو بتاع انا لوحدي وان كنت وسط عيلتي واسرتي لكن انا حاسس بغربه، حاسس بوحده، فده برضو بيبقى بدايه حدوث مشاكل قد تؤدي الى الانفصال. دور الطرف الثاني في النقطه دي ايه؟ يعني الطرف الثاني ازاي يوصل يعني ازاي الطرفين يعدوا نقطه ازمه منتصف العمر دي؟ بصي يا اميمه انت عارفاني وعارفه طريقتي، انا ما ببصش الاول على الطرف الثاني، انا ببدا بان انا ابص على نفسي الاول. بالظبط. ابص على نفسي بمعنى ان انا اشوف طب انا وصلت لده ازاي؟ ايه اللي انا وقعته؟ ايه اللي انا اهملته؟ هل انا اهملت نفسي؟ هل انا اهملت ان انا اتكلم واعبر واطلب واقول انا فين؟ وبعدين اشوف ايه دور الطرف الثاني. لما اكون انا فعلا يعني ما وقعتش ده وبتكلم باستمرار وبشرح باستمرار وبطلب احتياجاتي باستمرار، ودي حطي تحتها كذا خط، ان انا اكون بطلب، انا اصلا بشرح، لان انت عندك يا اميمه مطب كبير قوي في العلاقه هو ان انا انتظار الاخر ان هو اللي يديني. طيب ساره انا بس بعد اذنك علشان احنا للاسف احنا اتصلنا بيكي متاخر شويه، في نقطة مهمة جدا كنت عايزة أتكلم معاكي فيها، عملية التعافي بعد الانفصال. ألو؟ للأسف الاتصال فصل، أنا كان نفسي أكمل النقطة دي مع أستاذة سارة، بس إن شاء الله هنتواصل معاها تاني. على أي حال ناخد سما. أهلا وسهلا يا سما. ألو؟ ألو، أهلا يا سما. أهلا يا أستاذة أميمة. إزيك عاملة إيه؟ أنا بشكرك على الحلقة الكويسة أوي. الله يخليك يا سما، ميرسي. متجوزة بقالك فترة؟ بقالي فترة طويلة شوية. ربنا يديمها إن شاء الله. قولي لي يا سما، أنا هسألك سؤال وعايزاكي، أنت عندك أولاد طبعًا. عندي. ربنا يبارك. عايزة أسألك سؤال، لو أنت ابنك جه قال لك يا ماما أنا عايز أتجوز واحدة مطلقة، أنت كأم ردك هيكون إيه؟ يعني لو انا اعرفها ومتاكده من اخلاقها ممكن يكون يعني اوافق، لكن اللي انا كنت عايزه اقوله لك اصلا، يعني اللي انا بكلمك اصلا عشان اقوله لك، ان احنا مجتمع اساسا مش بيعاني من ارتفاع نسبه الطلاق وبس، احنا مجتمع بيعاني من ارتفاع نسبه التعافي. احنا بيوتنا مقفوله يا اما على ناس اتطلقت يا اما على ناس عايزه تتطلق ومش عايزه تعيش مع بعضها. بالظبط. احنا عندنا ارتفاع معدل التعافي والطلاق مرتبط بنظره المجتمع اساسا للبنت اللي ما اتجوزتش، وضغط المجتمع عليها انها لازم تتجوز، فبتتجوز غصب عنها وهي مش عايزه او مش موافقه او مش عاجبها علشان تعرف تعيش، عشان المجتمع يقدر يتقبلها، وبعد كده بتضطر انها تستمر في حياه زوجيه مش سعيده فيها علشان خاطر المجتمع برضه يقدر يتقبلها. بس ده هي تتحمله. يعني انا دايما دايما وزي ما ساره لسه قايله، كل واحد مسؤول عن اختياراته، هي بتتحمل المشكلة دي لأن هي يعني هي لجأت إن هي تهرب من مشكلة العنوسة خوفا من المجتمع. يمكن الواحد يقدر يهرب منه ما يكون كل المجتمع اللي حواليك اللي أنت عايزة تفت فيه، يعني تعيشي في وسطه وأنت منسجمة معاه. احنا بنحاول إن احنا نغير، يعني متقبل إلا بوضع إن أنت تبقي كابل وداخلة بإيدك زوج، يبقى انت يعني مضطره، مش عشان هي ضعيفه بالضروره ولكن علشان لازم تنسجم مع المجتمع اللي هي عايشه فيه، احنا مش عايشين لوحدنا ومش عايشين في جزر وحيده فيها، واللي بتشيل كل النتيجه اللي هي تتقال عليها. انت قلتي في كلامك يا سما، بنزل عليك بتساليه دلوقتي، يعني انا اسفه، تجوزي ابنك لوحده مطلقه، السؤال ده سببه ايه؟ سببه ان المجتمع بيرفض المطلقه. بالظبط بالظبط. احنا غصب عننا متأثرين بنظرة المجتمع للمطلقة. بنعمل ايه؟ بنعمل ايه علشان نتلاشى النقطة دي؟ بنعمل ايه؟ يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي احنا عدينا مرحلة كبيرة من عمرنا على هذا المنهج، ان المطلقة مشاكلها كذا كذا كذا، وان المجتمع بيبص لها بطريقة معينة. شكرا يا سما على الاتصال. احنا بنظلم المطلقة أو المطلق.
انا كلامي معمم على الطرفين، دايما بنعتبر ان هم بيمسهم شيء من الـ من الـ من التهمه او الشبهه. ليه؟ ليه؟ اول حاجه لا ده موجود في الدين ولا موجود بره، بما ان احنا بنحاول ان احنا نقلد بره في كل حاجه، فنظره المجتمع لازم تتغير. مش لازم البنت ان هي تضطر ان هي تتجوز جوازه هي مش عايزاها عشان تتلاشى مشكله ان انا ابقى عانس وفي النهايه اخلق لنفسي الام وحزن تاني انا في غنى عنه. مش لازم الشاب اللي هو يعني يمشي على منهج ان هو لازم اكون بيت واسره، بس انا عايز مواصفات، انا عايزها واحده تكون كذا وكذا وكذا. انا مش ضد ان انت تختار الاختيارات اللي انت عايزها، بس حكم عقلك. والله لو في انسانه كويسه وانسانه خلوقه وانسانه عندها دين وبنت ناس واصول، ادرسها هي كإنسانة الأول وبعد كده دور على الحالة الاجتماعية اللي هي فيها، لأن الحالة الاجتماعية دي متغيرة وكلنا ممكن وارد علينا أن احنا نتغير. النقطة الأخيرة اللي كلمني فيها أستاذ محمد، بس للأسف الخط فصل، موضوع التعافي بعد الانفصال. مرحلة بعد الانفصال بنمر بمراحل الإنكار ومرحلة العياط ومرحلة، خصوصا الستات يعني، أنا بتكلم على الزوجة، الإنكار أنا مش مصدقة إيه اللي حصل، والعياط والانهيار، وفجأة بلاقي نفسي مش متزنة، فجأة بلاقي نفسي بتصدر مني تصرفات مش طبيعية، تصرفات مش اللوجيك بتاعي. فبنحاول بقدر الإمكان إن احنا يكون عندنا التوازن النفسي ونقدر نعدي المرحلة دي، علشان ده بيتحكم في الاختيارات اللي بعد كده. أنا كان نفسي أطول معاكم في الموضوع ده، الموضوع ده طويل وإن شاء الله ممكن يعني نتكلم فيه كذا مرة تاني، وإن شاء الله نتواصل مع أستاذة سارة، كان نفسي المكالمة تبقى أطول من كده معاها شوية. أنا سعيدة جدا بالحلقة دي معاكم، وسعيدة طبعا باتصالاتكم، أسعدتوني باتصالاتكم، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من برنامج أيامنا الحلوة. شكرا.